الصعوبات انه حاليا يعني ببطولة نهائيات آسيا انه الدراسة واغلب الدكاترة انه مخلصين ومسلمين الدرجات يعني، وانا جيت يعني بوقت يعني الطلاب بتمتحن نهاية حتى الساعي ماكو يعني ما موجود، قدرت ارجع والدكتور صباح، الدكتور صباح قاسم انه عميد كلية تربية رياضية انه كان متعاون وياي جدا وسهل الامور وقدرت امتحن وقدرت يعني التحق بزملائي الطلاب. أكيد كرار قصتك ملهمة لجميع الشباب، أنه دائما ما نشوف إحنا لاعبين كرة القدم أو الرياضيين بصورة عامة ما يقدرون يوفقون ما بين الدراسة وحياتهم المهنية، ولكن أنت قدرت أنه توفق ما بين الأمرين. شنو نصيحتك للشباب اللي جاي يشاهدك حاليا، الطلاب اللي يعشقون كرة القدم أو هم مسجلين في أندية بكرة القدم، شنو نصيحتك لهم؟ اكيد انه هذا الشيء يعني مو سهل، لكن الاراده والطموح والاصرار يعني خلي اللاعب واهم شيء اللاعب انه يكون مثقف، يعني اهم شيء ثقافه يعني حتى لغه، حتى من تطلع باي مكان يعني لازم تكون مثقف وحاصل على شهاده، يعني هذا الشيء زيد من عندك يعني تقريبا يخدمك بامور كثيره في مجال حياتك مو بس الرياضيه ولكن يعني تعليميه، يعني اي شيء انه انت لازم تكون حاصل على شهادة، حتى مكانتك في المجتمع تختلف من تكون لاعب ومن تكون لاعب وطالب أو خريج، يعني حتى اللي تعامل وياك يكون مختلف، حتى مدربين وإدارة وجميع يتكلم وياك بصورة مختلفة، لأنه أنا خريج يعني مو أنه لاعب رياضي فقط هذا الشيء.